هذه ايش غرفة النوم، هذه الغرفة مبقيها ايش، وذاك المطبخ، هذا الحمام، الصالة داخل والديوانية من قبل. بال 2014 جانا داعش، تهجرنا من السعودية، رحت على الموصل، ظليت سنة هناك ساكن. بعد ما السنة طلعت على سوريا، قعدت مخيم روج، ظليت سنتين هنا. بعد السنتين رجعت هم مرة ثانية، تهجرنا، رحت على حمام العلي، ظليت سنة. وبعدين يعني المخيمات شالوها، ما ظل مخيم، رجعت هنا ثلاث سنوات صار لي هين قاعد. سكنت بربيعة الساعة، أجرت هذا البيت وسكن. لو ظلين بالمخيم أحسن لنا يعني، لو ظلين بالمخيم شوية تدبر نفسك، مساعدات كذا. هسا من جينا ماكو لا شغل لا عمل، يعني ما ادري ايش تسوي الحين. والله اخاف انا لا يصير عندي شغل الثارات شيء، او احد وقت الجهالي، او ما اقدر يعني ارجع اذا ما هم يقولوا لي يعني تعالي. او قريه لو هين، لا بالعكس، هم أصلاً الأفكار هذه ما ظلت حتى بعقل أحد. خلاص إحنا من جينا على المخيم لحد الآن ما حد افتكر بغير يعني غير شقلة، أو كلهم مع هنا مع المجتمع ودراسات وهاي.